السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم. مع اقتراب موعد المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، يبقى الواقع ومتغيراته حدثا مفصليا يفرض على أساسه المتفاوضون شروطهم ويتكئون عليه للضغط على خصومهم. وما بين مشاورات جنيف واحد قبل 3 أعوام وجنيف المقبل حدثت تغيرات كبيرة على المستوى الميداني، رجحت كفة الشرعية وأضعفت جبهات الميليشيات الإنقلابية التي فقدت الكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها لصالح الجيش الوطني. فكيف تغيرت خارطة السيطرة على الأرض في الفترة ما بين المشاورات السابقة والمقبلة بعد أيام؟ وما أهمية استمرار الضغط العسكري لتعزيز شروط الشرعية وإجبار الحوثيين على التسليم للحل السلمي؟ وما طبيعة الأوضاع في الجبهات ومستجدات المعارك الميدانية؟ طبيعة الأوضاع في الجبهات ومستجدات المعارك الميدانية موضوع حديثنا وتغطيتنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن، وهذا الموضوع أناقشه مع ضيفي هنا اللواء محسن خصروف مدير دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني. سعادة اللواء أهلا وسهلا بك، تحية لك ومرحبا في برنامج مستقبل وطن. أهلا بكم، شكرا لك ولبرنامجك الرائع وللقناة نسميها قناة الثورة. نحن دائما نسعد عندما تكون معنا، نستفيد من مشاركاتك وخبراتك وتحليلاتك العسكرية والسياسية. سنناقش معك هذا الموضوع، طبيعة الجبهات الآن، المتغيرات ما بين السابق والحالي، وما تحتاجه الجبهات أيضا لتعزيز معاركها خصوصا خلال المرحلة القادمة. دعنا سعادة اللواء أولا نتابع هذا التقرير الذي أعده مشكورا زميل فؤاد فارس. على عجلة الزمن التي لا تتوقف يعود شهر سبتمبر من جديد. يعود سبتمبر وأصدق الناس ولاء لثورته مرابطون في الجبهات على امتداد الوطن دفاعا عن الشعب. يعود سبتمبر وأبطال الجمهورية يتقدمون على جبال مران بإيمان ينسف كهوف الخرافة وكهنوت الإمامة، تقدم يقدم خلاله الأبطال أرواحهم فداء لشعبهم، لتسجل كل قطرة من دمائهم شهادة الخلود لهم وللأوفياء لمسارهم، المسار الرافض لبقاء الوطن مختطفا لدى أشد العصابات عداوة لسبتمبر الثورة والجمهورية، المسار الذي يدرك أصحابه أن الدماء الطاهرة أغلى من أن تكون مجرد ورقة ضغط على طاولة مفاوضات. استعراض أخبار الأسبوع الأخير من أغسطس على أبواب الأسبوع الأول من سبتمبر، وكما يسلط الضوء على بطولات الأبطال، فإنه يؤكد للجميع مرة أخرى مدى إجرام الحوثي بحق مناصريه فضلا عن رافضي انقلابه. فتقدم الجيش الوطني في مديريات الظاهر وبكير المير ورازح بصعدة سقطت خلاله قيادات مقربة من الحوثي، إضافة لكثير من المغرر بهم الذين هم مجرد أرقام في قاموس الميليشيا. فيما أكدت مصادر عسكرية في محافظة حجة أن أكثر من 200 عنصر حوثي لقوا مصرعهم، فيما أصيب عشرات آخرون خلال مواجهات الأيام الثلاثة الماضية بعد أن حشدتهم الميليشيا في محاولة لوقف تقدم قوات الجيش في محور حجة بالاتجاه من صعدة جنوبا نحو تعز. لا تبدو الميليشيا بأحسن حالا منها في الشمال، فإضافة لكسر أبطال الجيش هجوما ميليشاويا على موقع الدفاع الجوي، استقبلت تعز أخبار انتصارات أخرى في الراهدة، إضافة لاستعادة ثاني مناطق مديرية ماوية. البيضاء هي الأخرى، يواصل أبطالها صياغة ملحمة سبتمبرية جديدة، ملحمة لا يدخر الحوثيون أثناء تقهقرهم أي وسيلة للانتقام من الشعب وفقا لقانون استهداف الكل وقتل الجميع، وهو قانون ميليشاوي كان آخر ضحاياه اليوم مدير مكتب وكالة سبأ بالبيضاء الصحفي أحمد الحمزي إثر استهدافه ورفاقه بقذيفة حوثية. تصنع كل الجبهات إذن فجرا سبتمبريا ناصع الجمهورية، فجرا تحاول الميليشيا استغلال فترة المفاوضات لوعده،
فالتعامل لسنين مع مكر الحوثيين ولد قناعة لدى اليمنيين أن الجبهات مكمن الحقيقة وفي المفاوضات غير الصادقة كمائن الخداع. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وقد أشار إلى سبتمبر البطولة والانتصارات، ومنه كان مدخلنا لهذا الحديث. أجدد ترحيبي بضيفي هنا اللواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني. سعادة اللواء أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. قبل أن نبدأ بالحديث عن الجبهات وطبيعة المعارك فيها، دعنا نشير هنا إلى قرب موعد جنيف 2 الذي من المقرر تقريبا أن ينعقد في 6 من شهر سبتمبر، يعني بعد 6 أيام تقريبا. ما بين جنيف 1 وجنيف 2 كيف تغير الواقع على الأرض؟ شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بخير. عيد الأضحى المبارك، وكل عام واليمن بخير. نحن على اعتاب شهر سبتمبر الثورة، ولا نلتفت إلى الانتكاسة في 21 التي كانت مقصودة تاريخا وموضوعا وشكلا. يعني طبعا ما بين جنيف 1 وبيل 2 والكويت والوضع الحالي مسافات جغرافية شاسعة. يعني قد جاءت تلك المباحثات والرقعة الجغرافية التي كان يسيطر عليها الانقلابيون واسعة إلى حد ما، يعني في 2015 تقريبا. نعم. يعني كانوا في 2015 يسيطرون على كل اليمن تقريبا، يعني فيما عدا حضرموت والمهرة ولا أدري أي يمكن ومأرب يعني. لكن انقلبت الآية كما يقال، وتمكن الجيش الوطني والمقاومة من تحرير مأرب أولا، وتحرير عدن، وتحرير الضالع ولحج، وتبعتها محافظات أخرى، يعني أجزاء من أجزاء واسعة من محافظة الجيش، وضرب أبطال المقاومة الوطنية في الجنوب بطولات قياسية وأرقام قياسية في التضحية والفداء، وكذلك ابتداء من المطارح إلى إنشاء الجيش الوطني نواة على يد الشهيد الخالد الذكر عبد الرب الشدادي وغيره من المناطق. حتى صارت الوضع الآن يختلف اختلاف كلي. يعني كان الحوثيون يعني يتمتعون بطرق إمداد بري من جهة الشرق عبر سواحل البحر العربي، عبر مناطق في شرق اليمن، وقد قيل أنه عبر عمان أيضا، وأنا ليس لدي معلومات إن كانت عبر الأراضي الجغرافية العمان يعني، ولكن كان هذا الخط موجود، وتمكن الحوثي من تهريب العديد من الأسلحة، ونجح الجيش وقوات الأمن الخاصة في مأرب في القبض على عشرات السيارات المحملة بأنواع مختلفة من الأسلحة، من المسدس إلى الصاروخ إلى المسدسات الصامتة، وهذه أنا تحدثنا عنها مع حضرتك هنا وقلنا أنها مؤشر خطير. مسدسات صامتة يعني عمليات اغتيال وتصفيات جسدية، حصل هذا. لكن الوضع الآن أصبح مختلف بشكل أكثر، يعني نحن لدينا الجزء الشرقي كاملا محرر، المهرة، شبوة، حضرموت، مأرب، وأجزاء واسعة من الجوف. الخط الدولي الآن تحت سيطرة الجيش الوطني، الرابط بين الجوف ونجران، يعني يمكن للراكب أن يأتي من المهرة حتى البقع ونجران. هذا إنجاز غير عادي وغير مسبوق. لإن كان تعطل تحرير صرواح وتجمدت العمليات في نهم، فإن ذلك ليس لعجز لدى أفراد الجيش الوطني، ولكنه بفعل فعل، ولكنه بضغوط كما تحدث عنها سابقا، تحدثنا عنها سابقا، بضغوط دولي يعني.
ضغوط من النافذين الكبار على مستوى العالم كما تم تنويم جبهة الحديدة ونحن نعرف الكلام هذا ومن كان وراء هذه الضغوط وما هي الأهداف وما هي البدائل المطروحة التي لا نرى أنها يمكن أن تتحقق لا من قريب ولا من بعيد. ونحن هنا من قناة سهيل وبرنامج مستقبل الوطن وعبر حضرتك أؤكد أن مباحثات جنيف القادمة في 6 لن تنجز أي شيء يذكر يمكن أن يؤدي إلى استعادة الدولة بصورة سلمية، وحتى لن يؤدي إلى مشاركة الحوثيين في السلطة، لأنهم لا يريدوا المشاركة، لا يريدها إلا خالصة لهم، ولا يريدوا الآخر إلا تابعين يدوروا في محورهم. توقع فشلها بكل الأحوال. أما لو كانوا يريدوا المشاركة فكانت متاحة لهم من مؤتمر الحوار، يعني لو أنهم ينظرون إلى مجريات الأوضاع في الميدان لن تجبرهم حتى الآن لينطلقوا نحو الحل السلمي. هذا ما يحز في النفس. كان يفترض أن تكتمل عملية الحديدة وأن يتقدم الجيش إلى الأمام في نهم وأن ينجز الكثير في السيطرة على البيضاء وأن يتم استكمال تحرير تعز بالكامل بلا نقص ولا سنتيمتر واحد على الأرض. لو كان تم هذا أنا أؤكد أن أي مفاوضات سلمية ستؤدي إلى نتائج إيجابية. يعني المفاوضات الذي يريد أن يحقق سلام، نحن نتحدث عن الحرب نتحدث عنها من أجل السلام، نحن نقاتل من أجل استعادة السلام للمجتمع اليمني، من أجل أن تتشارك كل القوى السياسية الاجتماعية اليمنية في إدارة البلد وفي التحايش فيه بما فيهم هؤلاء الذين يقاتلون الآن بصواريخ إيران ومدافع إيران. نحن نتحدث عن ما نتحدث عن مشاركات، نتحدث عن كيانات اجتماعية سياسية سلمية ببرامج سياسية بأهداف سياسية بطموحات للسلطة عبر وسائل سلمية بقبول بالتعايش مع الآخر بكيانات سياسية تقبل بالغير، تقبل أن تنتصر وتنهزم سياسيا وعبر صناديق الاقتراع. هذا ما نتحدث عنه، لا نتحدث عن كيانات وقوى سياسية يحمل المدفع والدبابة ويسيطر على مصادر جزء من مصادر الثروة ويفرض آراءه بالقوة ويفرض صراع أو خلاف مذهبي على المجتمع الذي لا يعرف مثل هذه الصراعات ولا مثل هذه الخلافات. طيب مع دخول 2018 حدثت متغيرات بمعنى آخر أن الوضع ليس جامدا في الميدان. أنا تقريبا تحدثت عن هذا، يعني نريد أن نشير فقط أشرت إلى هذا على الجديد مما استجد أيضا. يعني عندك مثلا شبوة كانت معظمها تحت سيطرة الإنقلابي فيما عدا عتق وبعض المناطق أصبحت تحررت بالكامل. المقاومة الجنوبية، الجيش الوطني وبدعم من التحالف العربي نجح في انتزاع الانتصار كامل على أجزاء واسعة من شبوة. بقي عسيلان وبيحان، الجيش الوطني تقدم من جهات مارب بقيادات عسكرية وطنية رائعة ونجوم في هذا الجانب أسطعهم اللواء مفرح بحيبح والعقيلي أحمد العقيلي رحمه الله وكثير من القادة من مراد ومن يعني مراد قدمت تضحيات في هذه المعارك بلا حساب يعني وشهداء مراد ما من يوم إلا وفيه عدد مش الشهداء عدد من الشهداء. ونجح الجيش الوطني والمقاومة الوطنية من أبناء المنطقة في تحرير عسيلان وتحرير بيحان بالكامل، يعني استكمال تحرير شبوة بالكامل والسيطرة على 3 مديريات من البيضاء. يعني هذا العمل وهذا الإنجاز غير عادي. إذا نحن أمام 3 مديريات الآن أو 3 أو 4 تقريبا في البيضاء، معنا ناطع ونعمان وقيفة والقيفة والملاجم الآن دخلت أيوة تقريبا نعم في مديرية أخرى أتذكرها يعني. إذن هذه لم تكن طبعاً هذه إنجازات غير عادية. وأنا أنا تحدثت لو أشرنا إلى الجوف أيضاً عفواً إلى حجة
الجوف، خلينا في الجوف اولا يعني. الجوف تم يعني انجازات غير عاديه يعني، تم احتلال المديريات وتم اختراق الخط الدولي والسيطره عليه والتحام الجيش الوطني والمقاومه في الجوف بالجيش الوطني والمقاومه في البيضة في البقع وكتاف وحتى يعني مناطق اخرى، والاختراقات التي تمت في مندبة في الظاهر في رازح في الملاحيط، اليوم العمليات العسكرية في مران يعني قريب من جحر عبد الملك الحوثي يعني في قريب من جرف سلمان يعني، هذه كلها جرف سلمان الذي قتل فيه حسين بدر الدين الحوثي. نعم هو الجرف، جرف سلمان هذا جرف كان سكنه أحد مشايخ وقادة الملكية سمى الشيخ محمد سلمان في الستينات يعني، وسمي هذا الجرف باسم جرف سلمان يعني، واحد مشايخ قبائل الغرب صنعاء معروف. اضافه الى يعني الانتصارات التي تمت، تطهير ميدي بالكامل اجزاء واسعه، حيران، التقدم شمالا نحو الخط الدولي، السيطره على جبال النار والمناطق المحله المطلع عليها، الالتحام ببعض يعني فصل يعني محافظه صعده عن حجه، وقريبا يحدث فيها تكامل بين المقاومه الوطنيه في والجيش الوطني في المحافظتين، وسيكون لهذا ما بعده يعني. عندك الان مديريات في صعده بالكامل يعني، الظاهر، رازح، قطابر، المندبة، كل هذه مناطق تتاخم الحدود السعودية بشكل مباشر يعني، بشكل مباشر، بالإضافة إلى أجزاء واسعة من منطقة الصفرة. هذه المناطق كلها إذا ما تمت السيطرة عليها ستشكل اختراق غير عادي وانتكاسة عسكرية وسياسية ونفسية معنوية غير عادية بالنسبة للحوثي. والحفاظ على السيطرة على والحفاظ على انتصاراتها في المناطق ممكن جدا، لأن الدعم اللوجستي لها ممكن وسهل وقريب عن طريق دول التحالف والاتصال الجغرافي. كان الحدث الأبرز أيضا موضوع الحديدة وتحرير أجزاء كبيرة من مناطق أو مديريات متعلقة من محافظة تعز، ووصول الجيش الوطني إلى مطار أو قوة العمالقة إلى مطار الحديدة. نعم. بالتالي يعني حجم هذا الحدث يعني أهميته في تغيير الخارطة على أرض الواقع. لا شك أنه حدث مهم وإنجاز عسكري غير عادي، ويحسب لقوات العمالقة والجيش الوطني والمقاومة الويتهامة، وكان اختراق غير عادي، وطبعا كان الناس يعني يأمرون أن يستمر هذا الانتصار. الوصول إلى الدريهمي والمطار والاقتراب من شارع صنعاء، والوصول إلى مسافة تقريبا 9 إلى 10 كيلومتر من الميناء، وإمكانية الوصول إلى الميناء والاختراق بعيدا عن المناطق التي يتمركز فيها الحوثي واستخدموا فيها الأهالي كدروع بشرية، كان هذا ممكن يعني. الوصول إلى الميناء يمكن أن يتم عبر محاور قتالية متعددة بعيد عن ما يخاف منه المجتمع الدولي، هذا أولا. وثانيا لا يمكن أن يكونوا هم الذين يتحدثون عن البعد الإنساني أكثر خوفا على المواطن اليمني من الدولة الشرعية، ولكن حدث أن أجهضت هذه العمليات، وظل الجيش الوطني بعد كذا يدافع عن هذا الانتصار بفعل هجوم متكرر من جهة الشرق والجنوب للحوثيين. تحدثنا مع حضرتك هنا وتحدثت في أكثر من موضع حول أهمية تأمين الجانب أو الحد الشرقي للحديدة، وقلت قبل قليل أن انتصار الحديدة على كف عفريت، على كف عفريت ما لم يتم تأمين الحد الشرقي للحديدة بالكامل، لأن هذا الحد تأتي منه 3 طرق إمداد رئيسية من 3 إلى 4 محافظات ذات أهمية: صنعاء، غير الخط الرابع اللي هو طريق صنعاء الحديدة باجل كيلو 16 يعني صنعاء كيلو 16 باجل كيلو 16 في طريق آخر صنعاء معبر آنس ريمة عبال باجل، هذا خط رئيسي مزفرت يمر
عبر محاطن من صنعاء إلى ذمر، وهذا خط يعني يمكن أن يوفر مدد كل أنواع الأسلحة. في خط ثاني يأتي من إب ويطلع عبر القفر ويخرج إلى جبل راس ويوصل للجراحي. في طريق ثالث يأتي من تعز شرعب حيس. هذه ثلاثة خطوط إمداد أو أربعة خطوط إمداد رئيسية يعني تهدد أي انتصار لأي جيش في الحديدة مهما كانت كثافته، لأن العمليات سيظل هجوم يومي وأنت بحاجة إلى الطيران يوميا وضرب قوافل الإمداد يوميا وقطع خطوط الإمداد يوميا والقتال في جبهات مختلفة كل يوم. هذا لا يتأمن هذا الانتصار إلا باستكمال تحرير تعز بالكامل. إذا حررت تعز أمنت هذا خط الإمداد الذي يأتي عبر شرعب إلى حيس، ومنعت أي خط إمداد يأتي من تعز إلى إب ومن إب إلى عبر القفر يعني أو أي مناطق أخرى. كما أن تحرير تعز كما سبق وتحدثنا سيمهد لتفجير العمل المقاوم في إب، وتفجير العمل المقاوم في إب سيسد هذه الثغرة. يأتي بعد كذا في نفس بنفس الأهمية استكمال تحرير البيضة. إذا حررت البيضة سقط الذمار، يعني تم تحرير الذمار. تحرير الذمار كما قلنا البوابة الجنوبية للعاصمة وإغلاق خط الإمداد الاستراتيجي الرئيسي القادم في فرعين. فرع يأتي من حمام علي اللي في آنس ويرتقي بخط الحديدة القادم من معبر. هذول الخطين الرئيسيين. المسألة إذن واضحة، كل ما يحصل الآن من تدخلات المجتمع الدولي المنظمات النافذون ليس إلا إجهاض لهذه العمليات وهذه الانتصارات، وهذا بالتالي لا يخدم إلا الانقلابيين بكل الوجوه. نعم. طيب سعادة اللواء، يعني طبيعة الجبهات ربما نستطيع أن نقول أو يلاحظ الكثير أن هناك جبهات مشتعلة بشكل مستمر. طب ربما نقول أن جميع الجبهات مشتعلة، لكن هناك جبهات أكثر اشتعالا ومعاركا وتقدما، وهناك جبهات أقل بشكل كبير. لو أشرنا إلى جبهة صرواح وأشرنا إلى جبهة الضالع والمعارك اللي كانت موجودة ومنتشرة في منطقة الضالع، تعز أيضا ربما الأوضاع فيها ليست كما كانت في السابق، إلى ماذا تعزو ذلك؟ أعزوه إلى تدخلات من النافذين الكبار على المستوى الدولي وإصرارهم على تبني حل لا أراه في الأفق. أما إن كان موجود فوالله لا أنا ولا حضرتك ولا الرئيس عبد الرب منصور هادي ولا رئيس الحكومة ولا نائب الرئيس يعني يحب أن تستمر هذه الحرب. لا نريد إلا السلام، ولكن نريد السلام الذي يؤدي إلى الدولة وإلى كيانات سياسية اجتماعية سلمية غير مسلحة. نريد السلام الذي ينتزع أسلحة من الميليشيات وضع تحت هذه مليون خط كل الميليشيات، على فرض أن هناك من يدعي أن هناك غير الجيش الوطني في ميليشيات. نحن نريد نحبذ أن لا يكون السلاح إلا في أيدي القوة العسكرية النظامية المؤسسة الدفاعية والأمنية. هذا السلام الذي يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف نحن نريده، ولكن سلام يعني يشرع لأمر واقع للإنقلاب ونأتي إلى وضع يكون فيه الإنقلابيون ما يزال يسيطر على السلاح الثقيل والاستراتيجي وعلى العاصمة وعلى مفاصل فيها في اليمن، هذا ليس سلام، هذا ليس إلا بصم بالعشر مننا نحن تحت ضغوط دولية للانقلاب. ما هو كلنا ما عملنا شيء، نكون في هذا الحالة قد ضحينا وأهدرنا دماء الشهداء والجرحى على مدى ما يقرب من 4 سنوات. إذا كانت ضغوط دولية فلماذا بقيت الجبهات مشتعلة؟ نعم، هناك جبهات حتى وإن اشتعلت فيها لن تؤدي إلى تغيير استراتيجي في الخارطة العسكرية. يعني شوف، رغم أهمية صعدة وأنها تمثل رمزية كما تحدثنا بالنسبة للحوثيين، لكن صنعاء هي الأهم،
صنعاء والحديدة وذمار وتعز هي الأهم. سقوط تعز والحديدة سقوط المشروع الحوثي بالكامل، لكن حتى لو سقطت كل صعدة لن يسقط المشروع الحوثي طالما هو موجود في صنعاء، طالما يسيطر على الحديدة وعلى ميناها وعلى الشواطئ وعلى تعز ويهدد المحافظة الجنوبية، وطالما هو آمن بالتحرك من ذمار في كل الاتجاهات لا يشكل أي خطر استراتيجي يعني بالنسبة له. هناك مساحات يمكن السماح باللعب فيها أو التقدم، وهناك ربما كما حدث في الحديدة هناك نقاط أو مسافات، هناك مساحات يتم فيها ذر الرماد في عيون الشعب اليمني بهذا الشكل. نعم، لأن شوف الانتصار الاستراتيجي الحاسم واضح الآن من أين يأتي، من الحديدة، من تعز، من نهم، من صرواح، من البيضاء. تعز طبعا تعز رقم واحد يعني بالنسبة لي، لأن تعز هي اللي تضمن انتصار الحديدة وتحافظ عليه، وتعز هي اللي تنطلق بالثورة والمقاومة للحوثي إلى إب وغيرها من المناطق. الكلام هذا مسألة واضحة. البيضاء هي من يضمن تحرير ذمار. هذه هي العمليات المفصلية التي ينبغي الحديث عنها، وهي ما يخشاها النافذون الكبار، ما يخشاها من يدافع عن الحوثي بمسميات وعناوين مختلفة. أنا يعني هناك من يظن أننا نتحدث يعني رغبة في الحرب، والله لا نرغب في الحرب، والله لا نريدها، نريد السلام، ولكن السلام المتكافئ الذي يضمن الحقوق المتساوية لكل أبناء، وأكرر هذا مليون مرة، لكل أبناء الشعب اليمني، لكل مكونات الشعب اليمني السياسية ذات المحتوى الديمقراطي التعايشي. هذا ما الانتصار الذي نحلم به. مثل جبهة مثل جبهة ميدي، جبهة حجة، الاختراق الذي حصل فيها ليس سهلا طبعا. ووصول الناس أيضا إلى مديرية حيران يعتبر تقدم أفزع الحوثيين، نلاحظ هذا من خلال الهجمات المتكررة التي يقومون بها. جبهة الساحل أيضا ضحى الحوثيون بالكثير من القيادات والأفراد لديهم هناك، كيف تقرأ هذا؟ وسيضحوا أكثر إذا ما شعروا هم الآن. طبعا بعد ما قتل العشرات من قياداتهم في الصف الأول من المقاتلين من أبناء من عامة الناس يعني، وليس من الصفوة أو المصطفيين كما يقولوا يعني. لهذا شوف هم يعتقدوا، قال واحد من الحوثيين سنقاتل حتى آخر جندي فينا لكي لا تسقط الحديدة. الحديدة بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت. وكانت توجيهات رئيس الجمهورية أن تتجه قوات الجيش الوطني من ميدي وحرض جنوبا وليس شمالا، والرعب الذي أصاب الحوثيين هو أن تتجه هذه القوات جنوبا نحو الحديدة عبر الزيدية الحية، توصل الحديدة يعني تدخل الميناء من هذا الاتجاه. هذه هي العمليات ذات الأهمية الاستراتيجية التي ينبغي الحديث عنها. أي انتصار يتحقق شمالا هو انتصار مهم لا شك، ولكنه لا يوازي في الأهمية الاستراتيجية المفصلية التي يخشاها الكبار أي انتصار في الحديدة وتعز والبيضاء ونه وصرواح. يعني نتحدث عن هزيمة مدوية كما نقول أو سقوط كبير للحوثيين فيها. نعم. طيب سنستكمل معك كثير من هذه التفاصيل والقراءة العسكرية، سنخرج إلى فاصل قصير الآن، نعود من ثم مشاهدينا الكرام لإكمال حوارنا وحديثنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني. ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني. نناقش وإياه طبيعة الأوضاع في جبهات القتال ومستجدات المعارك الميدانية. جدد ترحيب بك سعادة اللواء. أهلا بكم. في إطار قراءتنا لطبيعة الأوضاع في جبهات القتال، هناك جبهات ربما هادئة كما أشرنا، من ضمنها جبهات الضالع، هناك جبهات تحت
مشتعلة، من ضمنها جبهات صعدة والساحل الغربي وجبهات قانية وجبهات برضو البيضاء، جبهات عفوا حجة حيران. بالتالي هذه الجبهات المشتعلة الآن إدارة العملية العسكرية والقتالية فيها اعتمادها يعني على أي أساس؟ بمعنى آخر، هل نحتاج إلى قوة أكبر لإدارة المعركة فيها؟ لا، طبعا لا شك أن العمليات العسكرية في كل الجبهات التي تحدثت عنها الآن مهمة وتعد إنجاز ومرحلة من مراحل هزيمة المشروع الحوثي، ليس في هذا شك يعني. ويعني مطلوب الآن هو الاستمرار. يعني مثلا البيضاء وهي تمثل من وجهة نظري أهمية غير عادية، ونريد أن نكرر أن البيضاء تتصل من كل الاتجاهات بثمان محافظات، طبعا أقلها مساحة جغرافية مع لحج، يعني ثمان محافظات تتصل بها والسيطرة عليها يعزز كل انتصارات الجيش الوطني في الحي في 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 جهة الشرق، ويتجه به نحو الغرب والشمال والجنوب. الجنوب هو آمن، لكن يعني يعزز وجود الدولة في لحج، في الضالع، في أبين، في شبوة، يعز تماما يعني، ويحمي هذه الانتصارات، ويتجه بالعمليات العسكرية والانتصارات القادمة باتجاه الشمال ذمار وشمال صنعاء وجنوب إب، يعني محافظة إب، وله ما بعده كما تحدثنا بالنسبة للحفاظ على انتصارات الحديدة. فدعم الجيش الوطني والمقاومة، وبالمناسبة يعني وأنا سبق الإشارة يعني إلى أن مقاومة البيضاء هي المقاومة الوطنية الرائدة في اليمن بلا منازع، هي أقدم أنواع المقاومات للمشروع الحوثي في البيضاء. وحتى أنه يعني في بداية تحت مسميات القاعدة ومش عارف إيش اجتمعوا على ضربها كثير من الناس، فيه طبعا إرهابيين موجودين كانوا في بعض مناطق كيفة، ولكن قتل الكثير منهم. وإنما المقاومة الوطنية الموجودة يعني ظلت إلى ما قبل وربما إلى الآن تعتمد في كثير من أعمالها العسكرية على إمكانيتها الذاتية، تحسن الأوضاع الآن. فهذه الانتصارات في البيضاء ينبغي تعزيزها ودعم المقاومة ودعم الجيش الوطني لاستكمال تحرير البيضاء، وسيكون لهذا الانتصار ما بعده انتصار. يعني العملية العسكرية في ميدي وحرب تحدثنا قبل قليل وقلنا أن هذه الانتصارات ينبغي أن تعزز. أولا، ما الذي يؤخر السيطرة على حرب؟ صحيح أنه في ألغام، ولكن بالنسبة لحرب وميدي والمناطق الصحراوية التعامل مع الألغام فيه آليات متقدمة جدا للمكافحة الألغام اللي تخلص منها، عكس المناطق الجبلية اللي تعتمد على الجهد الفردي وسلاح الهندسة العسكرية. إنما في المناطق الصحراوية يمكن استخدام كاسحة الألغام بكثافة واستخدام وسائل أخرى لتفجير الألغام عن بعد يعني. فيعني يفترض أن يستكمل تطهير الحرف بالكامل يعني، وتتجه القوات بعد حيران وغير في اتجاه عبس والزيدية وجنوبا باتجاه الحديدة. دعم القوات اللي تقاتل في مران، في الملاحيط، في رازح، في غيرها من المناطق، في مندبة، دعم هذه القوات وتكثيف عمليتها تنجز إنجاز نوعي. دعم هذه القوات، شوف يعني كمتابعين ولك القراءة العسكرية، عندما كان هناك استعداد لمعركة الحديدة شاهدنا الآليات المستخدمة، الحشد الكبير، الأطقم، المعدات، رأينا معركة متكاملة الأجهزة، رأينا الطيران، رأينا يعني كان يمكن ينتزع نصر كان واضح بهذا الشكل. في بعض المناطق لا نرى مثل هذه الحشود العسكرية المتكاملة العظيمة. أنا ما عنديش إجابة على هذا السؤال، إجابة ليس، لكن ترى نفس هذه الرؤية بالتأكيد يعني، بالعكس، بس يعني يثير علامات استفهام يعني. لو أن معارك الجيش الوطني تخاض بنفس القدر من النوعية
والكثافة التي حصلت عند تحرير عدن وتحرير المندب السيطرة عليه والمخا ومناطق الساحل، معسكر أبو موسى الخوخة، معسكر أبو موسى الأشعري، حتى رسل، لو كانت تدار بهذه الشكل والنوع والكثافة لكنا قد أنجزنا الانتصار النهائي منذ فترة مبكرة يعني. لكن أنا يعني نحن لاحظنا مثلا إطلاق معركة تحرير تعز بالأدوات الموجودة، فلم يكن ذلك. لو يتوفر الجيش الوطني في تعز 20% أو 50% من ما توفر المعركة الساحل لأمكن تحرير تعز في فترة زمنية قياسية، ولا قيمة ولا عبرة لما يشاع عن صراع بين اسمه فصائل المقاومة، لأنه يمكن أن ينتهي بمجرد إنجاز الخطوة الأولى في معركة تحرير تعز النهائية بلا عودة. يعني هذا التأخير انعكس على الوضع، أو هذا التأخير انعكس على الوضع الداخلي، يقولوا يد الفارغ من النار، يعني فصائل المقاومة فاضية، هذا يشتي البنك مقر البنك، وهذا يشتي مقر الجامعة، وهذا يشتي سيطر هنا، وهذا يشتي فرض نفوذ هنا، وهذا يشتي فرض ضرائب في سوق القات، وهذا يشتي الضرائب في السوق المركزي، فاضين. لكن لو في معركة، معركة تحرير شاملة والسيطرة فيها لقيادة الجيش الوطني وقيادة المقاومة وقيادة قوات الأمن، وانجز هذا المشروع ووصلنا إلى التحرير الكامل، تنتهي كل هذه الفقاعات ولن تبقى إلا الدولة. طيب سعادة اللواء محسن، دعنا نشارك معنا من جبهة البيضاء وبالتحديد من قانية عضو التوجيه المعنوي للواء 117 المقدم صالح السيكل. مقدم صالح، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وكل عام وأنتم بخير، وأحيي اللواء محسن صفوف رئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوى المسلحة. أهلا وسهلا، نحن نحييك أيضا. شكرا لك، لك التحية. ضعنا في صورة الأوضاع في جبهة قانية والمعارك في عموم الجبهات في محافظة البيضاء مقدم صالح. محافظة البيضاء كما تفرد اللواء محسن قطروف محافظة ذات أهمية كبيرة، وجبهات القتال في هذه المحافظة مشتعلة وعلى وتيرة عالية. في هذه الأيام، أيام عيد وما بعده، كانت هناك مواجهة عنيفة بين قوات الجيش الوطني ممثلة باللواء 59 قبل يوم، حيث تسللت عناصر حوثية إلى جبهة الميسرة في جبهة جانية، فتصدى لها أفراد الجيش الوطني وألحقوا خسائر بشرية كبيرة في ميليشيا الحوثي. اليوم وفي ساعات الفجر الأولى حاول البلاديون الحوثيون التسلل إلى ميمنة الجبهة حيث يتمركز ويرابط أفراد اللواء 117 مشاة، فحقيقة تبتلى أبطال الجيش في هذه المواجع ودحروا العدو شر دحر ونجمه درسا لن ينساه. وحقيقة الأمر أن جبهة الجانية غيرها من جبهات المحافظة تقدم وتحدد انتصارات كبيرة، كذلك الجبهات ناطع والملاجئ. اليوم نعدي الوسط الصحفي والإعلامي استشهاد الأستاذ أحمد الحمدي مدير عام مكتب وكالة الأنباء اليمني سبب المحافظة، الذي استشهد يومنا هذا مع 2 مواطنين رحمة الله عليهم. رحمة الله عليهم، نسأل الله أن يتقبله في الشهداء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المقاومة كذلك في جبهات القتال، مديرية الزاهر آل حيزان، مديرية الجناع، مديرية الصومعة، مديرية جيفة أيضا، مستمرة لمدة 3 سنوات، وكما أسلف اللواء قطروف بجهود ذاتية وبسيطة ودعم محدود جدا. يعني نتمنى من القيادة السياسية وقيادة التحالف العربي وقيادة الجيش الوطني أن تولي جبهات البيضاء الدعم كما يقولون. أهمية محافظة البيضاء، أهمية المعركة والانتصار فيها، يجب أن يكون الدعم مواجهاً لهذا الاهتمام.
الدعم يعني يوجد، لكن الأهمية للمحافظة لا تتناسب والدعم الذي يقدمه الجيش يقل التعارف العربي. نعم. فنرجو ونتمنى من زيادة الجيش الوطني وزيادة التحالف العربي أن تولي هذه الجبهات اهتمامها في محافظة البيضاء، وأن يكون الدعم واجبا لأهمية محافظة البيضاء. فالأبطال في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يفتحون ملاحم بطولية ويحققون انتصارات كبيرة وعظيمة في هذه المحافظة أو في هذه الجبهات. لكن الملاحظ وللمتابع وللقريب وللبعيد وللقيادات العسكرية ومن ضمنها البيت الكبير اللواء نحن خطوط أن الدعم لا يواكب ولا يوازي أهمية محافظة البيضاء. مقدم صالح سيق العضو التوجيه المعنوي للواء 117 قانية في مديرية قانية كنت معنا، شكرا جزيلا لك سعادة المقدم. أعود إلى ضيفي هنا اللواء محسن خسروف. إذن أمام التحركات والقتال على مستوى على جميع الجبهات التي يخوضها الجيش الوطني، يحتاج الجيش الوطني رغم الشوط الكبير الذي قطعه إلى أمور أخرى، البعض منها متعلق بالإمداد والإعداد، والبعض منها متعلق بوحدة القرار. ما أهمية هذه النقطة؟ هاي طبعا أن وحدة القرار لا شك أنها موجودة، يعني ورأس الدولة والمؤسسة العسكرية الدفاعية والأمنية الرئيس عبد الرب منصور هادي، ويليه في السلم الهرم العسكري النائب الرئيس فريق الركن علي محسن صالح، ثم المستشار، ثم رئاسة هيئة الأركان العامة والعمليات. هذه مسألة ما فيش فيها يعني لا يستطيع أحد أن يتحدث عن خلاف فيما يتعلق بالقرار العسكري أو السياسي العسكري. يعني قصدي على كل الفصائل وعلى كل التشكيلات. شوف يعني عندك الآن زيارة رئيس هيئة الأركان العامة إلى سيئون المنطقة العسكرية الأولى والثانية، وقد تتلوها المنطقة العسكرية الرابعة، تجيب على كثير من الأسئلة. معظم مدراء الدوائر في مأرب تابع الجيش الوطني جنوبيين، يعني المسألة ما هيش كما يخيل إلى الناس. يعني الناس يصوروا على أن ما يجري في عدن رعب، قاتل، اختطاف، رفض. في ناس من أسرتي قرايبنا ومن هنا ساكنين في عدن، هم وأولادهم وأطفالهم، وفي أصحاب محلات ومطاعم وتجار. ربما حصلت في فترة من الفترات شيء من هذه الظواهر السلبية، ليس أبناء الجنوب مسؤولين عنها، ولكن بعض من يمكن أن نسميهم الخارجين عن النظام عن القانون، الذين ظنوا لفترة أنهم يمكن أن ينجزوا شيء، يمكن أن يمزق الوطن، يمزق الوحدة الوطنية اليمنية. إنما الآن القيادة السياسية والعسكرية تتجه نحو الفكرة الاستراتيجية وهي الدولة الوطنية الاتحادية. في إطار هذا الهدف الاستراتيجي هناك الجيش الوطني، قوة الأمن، مؤسسات الدولة، منظمات المجتمع المدني، كلها تتجه نحو هذا الهدف الاستراتيجي. الدولة حينما تتعامل مع قضايا السياسة والمبادرات والمجتمع الدولي والحلول السلمية تنطلق في هذا من مسؤوليتها كدولة، دولة تمثل الشرعية، تحترم القانون الدولي، تلتزم بنظم القانون الدولي، تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، تلتزم بقوانين الحرب. يعني هل تتصور من الرئيس عبد الرب منصور هادي أو نائبه أو أي من مؤسسات الدولة حينما يتقدم لها منظمة دولية أو دولة أو مجلس الأمن بمشروع حل سلمي أن يقولوا لا، لا نريد هذا الحل السلمي؟ هذا الكلام يمكن أن تقوله الميليشيا، يقوله عبد الملك الحوثي، يقولها الانقلابيون، أنهم لا يريدوا سلام، أنهم يريدوها خالصة للوقت. لكن الدولة الشرعية لا يمكن أن تقول هذا الكلام، ولكن الدولة تطرح فكرة القبول لأي مشروع سياسي في إطار مرجعياتها الرئيسية الثلاثة:
المبادرة الخليجية وآلية التنفيذ المزمنة ومخرجية الحوار الوطني القرار 22/16. هذا الكلام يقال ويتصور كثير ممن يعرفون حقيقة الأوضاع أو من يتمنون الخير للشعب اليمني أن هذه المرجعية الثلاث كفيلة بأن تحقق العدل لكل أبناء اليمن وأن تقضي على أي مظلومية سواء كانت مظلومية حقيقية أو مظلومية مدعى، لأنه فكرة المظلومية الآن مطروحة، يعني واحد يقتلك ويقول لك أنا عندي مظلومية، يسيطر على مقدراته ويقول أنا عندي مظلومية، يثير الحرب ويقول أنا عندي مظلومية، يفرض العنف الطائفي ويقول أنا عندي مظلومية، يتحدث خارج مفهوم الدولة والجمهورية والنظام والديمقراطية والتعددية ويتجه بالناس نحو عبودية شخص أو الولاء لشخص أو وإنكار أهداف وثورة ومدى ويتحدث عن مظلومية. يعني لكن مع هذا كله من لديه مظلومية الطريق إلى التخلص من مظلوميته عبر مخرجات الحوار الوطني التي تتحدث عن دولة شكل ومحتوى، عن مجتمع واضح العلاقات الرأسية والأفقية، عن مجتمع يعرف ماذا يريد، كيف يعني يمكن أن يتجه بالمجتمع نحو إنجاز حديث، دولة حديثة ديمقراطية. هذه هي الحلول المطروحة، هذه هي الدولة، يعني لا فرق ولا خلاف في وحدة القرار السياسي، الاستعداد الكامل لمواجهة أي عملية غدر أو استغلال للحلول السلمية أو المفاوضات بالنسبة للجيش الوطني 24 ساعة جاهزون، الجيش الوطني جاهز للرد على أي محاولة، وهذا الكلام نلمسه في كثير من الجبهات، وستعرف خلال الأيام القادمة حينما يأتي الحوثيون ليخرقوا هذا الاتفاق غير المعلن لوقف إطلاق النار أن الجيش الوطني جاهز 24 ساعة، وأنهم في التجارب السابقة حينما كانوا يحاولون استغلال المفاوضات السلمية لإنجاز عسكري لم يكونوا ليخسروا العمليات التي خاضوها ولكن يخسروا المواقع التي انطلقوا منها. نعم. ولذلك يبدو الآن الجيش الوطني هو الضامن الوحيد لبقاء دولتنا. نعم. هذا الجيش العظيم بمنتسبيه الذي ينتزع الانتصارات رغم قساوة ظروفه، أبطال الجيش الوطني من أفضل جنود الأرض، وأنا أقول هذا الكلام بملء الفم، ليس هناك من هو مثل أبطال الجيش الوطني اليمني على الإطلاق. وفقك الله اللواء محسن خسروف مدير دائرة التوجيه المعنوي للجيش الوطني، سعدنا بك اليوم، نشكرك جزيل الشكر. شكرا كثير. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، نأمل أن نكون قد استوفينا الحديث عن طبيعة الأوضاع في الجبهات وبعض مستجدات المعارك الميدانية، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة، إلى اللقاء.